السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح أخلص تشابتر 2 بالستراكتشرال داينامكس، راح يكون بس عبارة عن حل أسئلة. خلينا بالفيديو السابق السؤال الأول على السريع بس كان هدفنا كيف نحسب الزيتا، هسه بالفيديو هذا راح نحل كمان اكزامبل وشوية بروبلم هيك أفكار نحكي عنها إن شاء الله، وإنه بحيث إنه أول تشابترين بالعادة يجي عليهم سؤال، فإن شاء الله إنه إن نخلص المسائل هاي ونكون قادرين نحل المسألة ممكن تجينا بالامتحان. A platform of weight W بساوي 4000 pound. نعطيني ال W. Is being supported by four columns that are clamped to the foundation as well as to the platform. Experimentally, it has been determined the static force is 1000 pound is applied horizontally to platform to produce displacement delta 0.1. ممتاز جدا، معلومة كثير مهمة. It's estimated that the damping in the structure is order 5% for critical damping. اها النسبة 5% من اللي كريتيكال، معناته هاي زيتا، اعطاني زيتا 5%. تمام، بقول لي احسب الاندامد ناتشورال فريكونسي، بده اوميجا، اندامد مش دامد، اندامد اوميجا. اوميجا بنعرف عنها بكل بساطة جذر الكي في جي على الوزن. اها ناقصني كي، كيف اجيب الكي؟ بقول لك تمام، اعطاك نقطة كويس، اعطاك الستاتيك فورس. احنا بنعرف انه الستاتيك فورس اللي هي، او بنعرف انه احنا بشكل عام الفورس هي كي في يو او في دلتا او الى اخره. ف هو معطيني الاستاتيك فورس، معطيني 1000 بتساوي كي في يو، يو كم اللي هي الدلتا 0.1، فهيك انا طلعت كي، هيك طلعت كي، بتطلع معي 10000. طبعا ايش الوحدة؟ واضحة مثل عين الشمس، باوند مقسوم على انش. كم طلعت الكي؟ هاي الكي، هاي الجي، هاي الوزن، تنسوش تضربوا 32.2 وضرب 12، والوزن معي على 4000. هيك طلعت الاوميجا. اها ابسولوت دايناميك كوفيشنت، طيب سهل جدا، ما احنا بنعرف انه الدايناميك كوفيشنت اللي هو سي شو بيساوي؟ بيساوي الزيتا في سي كريتيكال. ما احنا بنعرف انه الزيتا بتساوي سي على سي كريتيكال، فبالتالي السي كريتيكال في زيتا شو بتعطيك؟ هاي زيتا 5%، والسي كريتيكال جذر اثنين ضرب جذر الكي في ام، كم الكي؟ 10000، وكم الام؟ دبليو على جي، كم دبليو؟ 4000، وكم الجي؟ 32.2 ضرب 12 هي 386. يعني بصراحة التشابتر ما في تركات، ما في اشي، يعني ممكن يكون في تركات اوكي، بس انه بصراحة الاشي كثير سهل. 32.17 هذا سي. الفرق الثالث بده اللوغاريتميك ديكريمنت، طب سهل جدا، بده دلتا، دلتا بنعرف انه هو لين اليو 1 على يو 2 مثلا، ثنتين ورا بعض يعني، وبساوي بشكل عام زيتا اوميجا تي دي، كأنه أو بنقدر نحكي عنه 2 باي في زيتا. طب مين أسهل قانون؟ أكيد هذا أسهل قانون اللي نستعمله، نقول معي معطياته، كم زيتا؟ 5% طلعت الدلتا. أنتوا بتنصدموا بتحكوا معقول هي مادة ماستر؟ بقول لكم آه سهل جدا، فيه في شيء تطلع معي دلتا 0.314. طيب الفرق الأخير هو ها في شوية الفرق الأخير، بيقول لي بده number of cycle، بده عدد السايكلات والزمن for the amplitude of motion to reduce from point واحد ل point او واحد. تمام، هسا بهمني بهاي شو؟ هو قال لي انه في عندي amplitude point واحد و amplitude point او واحد، بس هذول مش ورا بعض، ما قاليش consequence او انهم ورا بعض، فبالتالي بطبق قانون لين اللي بعاد عن بعض شو بساوي؟ بساوي كي في دلتا اللي حكينا عنه، كي في دلتا، كم دلتا طلعناها قبل شوي؟ 0.314. فكي او ان انا سميت لكم اياها اللي هي عدد السايكل، بطلع عدد السايكل كم بيطلع معي؟ خلينا نعوض، اللي هو نفس القانون اللي قلت عنه انه لين المتتاليات بشكل عام، لين اي وحده على وحده بساوي دلتا في كي، او قلت لكم انا دلتا بساوي لين على كي، نفس الشيء نفس الشيء ما بفرق.
تطلع معي 7.33. بس ما احنا مقربة بالعادة، بحتاج 7.3 سايكل، يعني بحتاج 8 سايكل. بس بده الزمن ريكوارد فور امبليتيود اوف موشن. هسا احنا حركتنا دانت، فبدي اطلع مين؟ تي دي. بس التي دي شو بتساوي؟ 2 باي على اوميجا دي. طيب ما انا معي اوميجا من الفرع الاول، بس معي اوميجا، اوميجا شو بتساوي؟ اللي هي جذر الكي اللي طلعناها بالفرع الاول، ما اللي فيها. اوميجا دي شو بتساوي؟ اوميجا في جذر الواحد ناقص زيت التربيع. فشو ما اللي طلعت اوميجا دي؟ طلعت دي تي. هاي تي دي لوين؟ لوان سايكل، بدي اياها 8 سايكل، بضرب في 8. بس هاي هي الفكرة. هي الاصل احنا نضرب ب 7.33، بس احنا خلص اعتمدنا انه عندنا 8 سايكل. فبنيجي بنحل هاي الفكرة، ستاتيك كوفيشنت اللي هي كي بتساوي اف دلتا، طلعنا الاوميجا، وبعدين طلعت سي كريتيكال 2 جذر الكي في ام، ومن خلاله طلعت سي ضربت ب 5%، 100% طلعت معي 32.19. بعدين قلت انه دلتا هي لينهم، طلع هذا الرقم 100%. هاي النسبة مش مهم كثير، يعني حكي فاضي. هي النسبة بين اي ثنتين هي عبارة عن 1.37. بعدين طبق القانون اللي حكينا عنه، هيو لين البوينت واحد على الرقم هذا اعطاني 7.73 سايكل، انا طلع معي 7.33. شكل الكتاب مخربط، اتوقع الكتاب مخربط، خلنا نعوض لنا العشرة. طلع هاي غلط، هاي 7.33 100%، عوضت على معادلته يعني. المهم طلع معي 8 سايكل، فبالتالي طلعت الأوميجا تي، بعدين طلعت التي دي، والتي دي شو عملت؟ رجعت ضربتها ب 8، ليش؟ لأنه 8 سايكل وبس. يعني هي كل الفكرة، يعني السؤال كثير سهل. طيب ننتقل لموضوع السؤال اللي بعده، الشابتر اللي بعده. السؤال اللي بعده شو حكى لي؟ The machine weighing 1000 pounds is mounted to throw a spring have a total stiffness. معطيني يعني معطيني وزن مربوط بسبرينج. Simple supported beam shown in the figure. هاي الفيجر هيو. معطيني simple beam موجود بالنص، مشان الدفليكشن تبعه 48 اي اي. معطيني وزن بس مربوط في زومبرك. معطيني الاي اي والال كاملين لهذا الجسم، وراسم لي الجسم هذا بحيث انه قال لي انه في عندي دامبنج كوفيشنت. شو بقول لي؟ بقول لي احسب لي الايكوفالنت ماس والايكوفالنت سبرينج كونستانت والايكوفالنت دامبنج كوفيشنت. السيستم بحتاج 10% كريتيكال دامبنج. طيب سهل جدا، اول شغله بنلبس فيها الكي ايكوفالنت. كي ايكوفالنت شو بتساوي؟ كي للبيم ضرب كي، هاي اللي هي 2000 لانه سيريز هذول، على كي للبيم زائد 2000. هاي طلعت الكي ايكوفالنت. كيف طلعته؟ من اللي طلع هسه الكي بيم كيف شو هي؟ نعرف انها 48 اي اي على ال تكعيب، طلعت معي 7500. فمن خلالها لو طلعت هذا الاشي طلع معي 1000، طلع معي 1579. بس الفرع الثاني طلب مني الماس ايكوفالنت. طب من انا معي الوزن، مو شو الوزن؟ او شو شو الوزن؟ الوزن مساوي ام في جي، وبده الام. طب مين معي الوزن ومعي الجي؟ بطلع الام، هاي الام ايكويفالنت مباشرة، ما بدها شيء. ها يعني 1000 على 380 اللي هي بعد التحويل 33.12 هيها. طيب بعدين الفرع اللي بعده شو بده؟ بده السي. هسه انا السي ما في قانون معين اني احسبها منه غير قانون النسبة، اللي هو سي بتساوي زيتا في سي كريتيكال. ما عندي غير هذا القانون اللي هي زيتا تساوي سي سي كريتيكال. زيتا معي 10%، طب سي كريتيكال 2 في جذر الكي في ام. طب ما هو معي الام حسبتها قبل شوي، ومعي الكي حسبتها قبل شوي، بس طلعت سي. هيا سي كريتيكال هالقد، وهاي زيتا خلص، هاي سي كريتيكال 2 جذر الكي في ام. وبعدين طلعت ايش؟ السي اللي هي دامبنج كوفيشنت، واللي هي ايش؟ زيت في سي كريتيكال. يعني الهدف من هذا السؤال انه ان شاء الله سيريز برر الافكار كلها اللي اخذناها بشابتر 1، لو حطينا بس دامبنج كوفيشنت بدي احل نفس الحل كله، عمل سيريز وبرر. هيك الشابتر انتهى، بس اخذنا نحكي عن الافكار يعني. طيب بروبلم 2.1 بقول لك ريبيت بروبلم 1.2 assuming the system has 15% critical damage. تمام، نتذكر انه بروبلم 2.1 تكون اول اكزامبل كان سيريز، كان هذا الاشي كان معي كامل. اذا بتلاحظوا شو اللي اختلف عندي بالسؤال؟ انه اللي اختلف عندي بعد ما حسبنا اوميجا
احنا كان سؤالنا بهذاك بالشابتر الاول كان بس احسب اوميجا، هسا كان دخل لي الدامبنج كوفيشنت شو بسوي؟ ببلش احل، معطيني زيتا 15% بروح واطبق اوميجا دي، بده الريسبونس، هذا قانون الريسبونس. بس هو ترى مش مكمل السؤال الكتاب، اول شغله هو بده الريسبونس بعد ثانيه، فشو بسوي؟ يا بطبق هذا القانون حيث سي بتساوي هذا الاشي كامل، يا بطبق القانون الطويل، الاثنين لازم يطلعوا لي نفس الاجابه. بروبلم 2 نفس الاشي، بقول لي اسيوم 10% ل 1.6، هذا هاي الاوميجا من السؤال هذاك، اوميجا دي جديده كان طالب بسرعه ريسبونس وتسارع وسرعه، فهاي المعادله، هاي المعادله هاي حلها. طبعا قلت لكم هاي دور اشتقاق خمس نخ اللي حاصل مشتق الضرب اقترانهن، واخر شيء توصل معي هاي المعادله. المهم بحل، بس بدي اوجه ملاحظه انه هذا السؤال محلول خطا 100%، حتى بالاجابه اللي هي بالكتاب ما خطا 100. بيقول لي كيف؟ بقول لك الفا، الفا هاي طلع ليها بالدجري، وحال جوا هون بالدجري، هون هي الطارح ماخذ بالدجري، وهذا الاشي خطا، هذا الاشي مستحيل، الزاويه ما بتطلع بالدجري، الزاويه دائما بالراديان، فهذا خطا 100%. فعشان هيك لا تعتمدوا هذا الحل، حاولوا اذا انتوا عشان ما تاخذوش انه تحكوا اشي خطأ او لا، حلوا على القانون هذا، حلوا على القانون هذا، وان شاء الله انه بطلع الاجابة الصح. فانا ما بدي اخش كثير بالريسبونس يعني، لانه هي نفس الاشي، تطبيق مباشر، اوميجا دي حسبتها، زيتا معي حسبتها، الفا لها قانونها اللي هي تان انفرس لهذا الحد. طب ما هو معي السرعة الانيشال من السؤال هذاك، معي الديسبليسمنت الانيشال، ومعي زيتا، ومعي اوميجا، ومعي اوميجا دي، ومعي الانيشال ديسبليسمنت، يعني تطبيق مباشر. بس الفكرة انه انتبهوا هون انه هذا خطأ، معوضه بالديجري هو بالراديان. طيب فعشان هيك انسوا هسا بروبلم ثلاث، بروبلم ثلاث في تريك صغير، انا بدي احاول احكي تريكات وارجي كل حل. The amplitude of the vibration system shown in the figure، هذا هو الفيجر، هذا الفيجر اعطاني اياه زي بكل فيه دامبنج في ستيفنس واحد. بيقول لي is observed to decrease 5% in each consecutive cycle، ركز، قال لي انه بيقل الامبليتيود، شو الامبليتيود اللي هو البيك، هو انا قلنا السيستم انه هيك، قال لي انه بقل، يعني قال لي اذا هاي واحد بدي اعتبرها اللي بعدها قلت 5%، قال لي كونسيكوتيف يعني متسلسل، اللي بعدها قل 5% يعني 0.95، اللي بعدها كم؟ 0.9 والى اخره. هو شو بده؟ بيقول لي احسب لي الدامبنج كوفيشنت سي، معطيني الكي والام. طيب سهل جدا، هو بده السي، السي يعني بفكره تطلع زيتها واضربها بالسي كريتيكال، سي كريتيكال واضحه مثل عين الشمس، اثنين في جذر الكي في ام، اثنين في جذر الالفين، بظل زيتا، زيتا كيف بجيبها؟ ومن دلتا، دلتا شو بتساوي؟ اثنين باي في زيتا. طيب زيتا بدي اياها، بقول لك دلتا شو هي؟ لين التو كونسيكونس في واحد على 0.95، خلصت المسألة، طلع زيتا من هون، عوضها هون، بطلع السي اللي بده اياها. فعرفوا كيف التركات كيف ممكن تجيبها، بدمج لك اكثر من شيء. هيو هذا البروبلم 2.3، طلع السي كريتيكال، قال لك اذا اليو 1 هي 1 فاليو 2 0.95، بعدين لين بيناتهم طلع حق قد ايه في الزيتا، قلنا زي ما هي 2 باي في زيتا بعدين دلتا، ومنها طلعت مين هذا الاشي. طيب بروبلم 2.4 بيقول لي it's observed experimentally that the amplitude of the free vibration of a certain structure modeled as a single degree of free D3 dump system decrease 10 cycle from 1 to 0.4. معناته عندي 10 سايكل وهذا الاشي، هذا الاشي قل والى اخره، افرض انه هذا العشرة، قال لك اول وحدة واحد واخر وحدة 0.4، معناته انه لازم اطبق القانون تبعي، هو بده زيتا بس، اطبق القانون تبعي لين اول وحدة على اخر وحدة شو بساوي؟ كيف دلتا؟ لانه هذول بعد 10 سايكل كم الكي عندي؟ 10، فطلعت دلتا، طلعت دلتا من دلتا، طبعا طلعت دلتا من دلتا، بطلع زيتا، من شو قلنا زيتا بتساوي، او شو دلتا بتساوي بشكل عام؟ 2 باي في زيتا، طلع دلتا هون بطلع من خلالها زيتا. هاي
لين اليو نوت على يو كيب تساوي كي في دلتا، ودلتا هي واحد كي في لين الهالي، هي نفس الفكرة. فطبق الاشي طلع معي هذا الرقم، فزيت طلعت معي 1.5، وطلعت معي هاي النسبة. وطبعا بالمية يعني غير اقسم على المية. طيب اكزامبل 6، هاي الاسئلة حلوة صح. اكزامبل 6 في تريك، هو انا اصلا هدفي من الفيديو انه اوجد 6. A structure is modeled as a damped oscillator، معناته احنا بنحكي عن under damping. ليش؟ في كلمة damped وفي oscillator. oscillator يعني رايح جاي، ودامت اللي هي spring constant k معطيني k 30 كيبس لكل انش. undamped frequency معطيني اوميجا. experimentally it was found that a force of 1 kib produced relative velocity 1 determined the damping ratio damped period logarithmic delta ratio between two successive consecutive amplitudes. طيب لو بدنا نحل المسألة بده زيتا، زيتا ما إلها أي قانون غير إني أجيب إنه في إلها حالتين، زيتا بحسبها من دلتا على 2 باي، وأنا ما معي أي معلومة إنه في بين تو ثنت بده بين تو كونسيكوتيف، أو إنه معطيني عدد سايكل أو غيره، فهذا القانون ما راح أقدر أستعمله لحل لأوجد زيتا، أو إنه أجيب سي على سي، سي على سي كريتيكال. أو بنعرف إنه السي بتساوي زيتا في سي كريتيكال، معناته زيتا هي سي على سي كريتيكال. أها سي كريتيكال سهلة، معطيني أوميجا معطيني كي. طب ما احنا بنعرف انه احنا انه شو اسمه سي كريتيكال لا اكثر من قانون، قلنا انه في 2 كي على اوميجا، قلنا هذا القانون، يلا 2 في 30 على اوميجا، طبعا في دلالة الكيبس 2 في 30 على اوميجا، هذا كان في قانون حكينا عنه بداية الشابتر. او بطلع من الاوميجا بجيب الكي على ام وبحسب طبيعي، بيطلع معي السكريتيكال 2.4 كيبس. كيبس طبعا بوحدة سرعة. بس الفكرة الثانية التريك شو قال لي؟ قال لي إذا عندي فورس قيمتها 1 أعطتني سرعة 1. إحنا بنعرف إنه الفورس تبعت الدامبنج هي سي في يو دوت. سي كم؟ إيه قصدي الفورس كم؟ 1 كيبس. السي مجهول واليو دوت 1. ما أنتو سي اللي هي الفلوستي، يو دوت اللي هي الفلوستي. انش لكل سكند، معناته سي بتساوي 1، معناته زيتا بتساوي 1 على 2.4. بس هي كل الفكره، انه انا الفكره من هذا السؤال لاحظوا انه ما حولتش شيء لباوند، بقدر احول كل شيء باوند، طلع معي 0.4166 يعني 40% 41% تقريبا. اها يعني الفكره من هاي المساله انه انا اني اطلع السي مش شرط اني اطلعها من وين؟ من الزيتا في سي كريتيكال، لا انا طلعت السي تطبيق مباشر من وين؟ من زي فكره اكزامبل 2.2 لما حكى لي في عندي هون ستاتيك ديسبليسمنت، هنا قال لي دامبنج وفيلوسيتي، فلما يعطيني دائما دامبنج وفيلوسيتي بحل على هذا القانون. فطلعت انا زيتا خلص، كانوا طلعت معي زيتا انا معطيني اوميجا، بقول اوميجا بتساوي اوميجا دي شو بتساوي؟ اوميجا الاصليه اللي هي 25 في جذر الواحد ناقص زيتا تربيع، بعدين التي دي شو بتساوي؟ 2 باي على اوميجا دي. طيب اللوغاريتمتك اللي هو دلتا، شو دلتا بيساوي؟ 2 باي في زيتا، معي زيتا من الفرع الاول طلعت دلتا، بده الريشيو بتوين هتلاك، انا بعرف انه لين التو كونسيكوتيف شو بتساوي؟ كي في دلتا، احنا بده كونسيكوتيف يعني كي واحد، بتساوي دلتا، دلتا من وين؟ من هون، باخذ اللين للطرفين او الاي للطرفين، بطلع اليو 1 على يو 2. هيو هذا بروبلم 2.6 كثير حلو صراحة. هيو معطيني الكي 30000 في 30 اوميجا، هاي طلعت السي طلعت 100000، انا اخذتها واحد زي ما قلت لكم، والاوميجا تربيع كي على ام، فبالتالي طلعها 48 الماس، طلعها 2400 زي ما قلت لكم، طلعت مباشرة 2 كي على اوميجا، فطلعت النسبة هي 41%. التي دي قلنا على القانون تبعنا انه 2 باي على اوميجا دي، حيث اوميجا دي هي اوميجا في واحد في جذر واحد ناقص زيتا تربيع، والدلتا نفس الاشي، ولان الدلتا نفس الاشي. طيب هذا شو ذات اثبتناه احنا بالاكزامبل. It has been estimated the damping of the system 1.11، ما بعرف شو 1.11 بس ما علينا قبل هيك. طيب
A single degree of radiation consists a mass with weight 336 pound. معطيني الوزن ومعطيني ال K. By testing the system قال لي انه في عندي force 100 pound وبتعطيني relative velocity 12. خلص هذا نفسه اللي قال حلينا قبل شوي، 100 بتساوي C ضرب 12 فطلعت C، ومن السي ومعي انا وزن ومعي K بقدر احسب مين؟ السي كريتيكال. لما حسبتهم بقسمهم مع بعض بطلع زيتا. بده الدامد فريكونسي اللي هي 1/TD. طيب ما هو انا معي اوميجا من جذر الكي على ام، هاي الكي وهاي الوزن كي جي على ام، وبجيب منه الاوميجا دي من الزيتا بالفرع الاول وهكذا، واللوغاريتمت كل باقي حكينا عنه نفس الشيء. الفرع الثاني قال لي ارجع حل المساله اذا السي 2، يعني بدون هذا النقطه، يعني حكي فاضي. هيو هاي 2.9، هيو 112 هاي حكينا عنها، هاي زيتا، بطبق تطبيق مباشر 2.11 نفس الفكرة بس خلي لي سي 2. هيو بس هاي اللي فرق معي. هذا السؤال بروبلم 1.15، صراحة ما بعرف شو 1.15، ممكن اللي كان فيه ثلاث أعمدة فنفس الفكرة. طيب بس يعطيكم العافية، تشابتر 2 انتهى مع كل أفكاره. إن شاء الله الفيديو الجاي راح يكون شرح تشابتر 3، وشرح تشابتر 3 صراحة كثير مهم وفي تريكات. يعطيكم العافية.